طيب شوف يا علي، هذا اللي بدي احكيه خاصه بالبروجكتيل وبغير البروجكتيل، هو خبريه تزبط على اي شيء. انت عندك شيء اوبجي بدك تطبق عليه دوز زي الواد نيوتن، اللي ليه مش البريمير لوا؟ لانه البريمير لوا هو حاله خاصه من الدوزيام لوا. دوزيام لوا دو نيوتن هو بيو للبريمير لوا اذا بدك. طيب دوزيام لوا بيقول لك سم دي فورس على الاوبجي ايجال ام او. عادة انت هول بتعرفهم، بتعرف كل الفورسات. اذا بتعرف هول وبتعرف الماس بتجيب بتطلع الا. من بعد ما تجيب الفيكتور A، من بعد ما تجيب الفيكتور A شو يعني؟ انه هل بكفي؟